مهندس ميكانيكا كركة طارق بن زياد، تابع لإدارة الكركات بقى قناة السويس. الحمد لله رب العالمين، بدأنا البداية الفعلية للمدخل الجنوبي لقناة السويس الجديدة اللي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يوفق إن شاء الله، وخلال السنة أو قبل السنة إن شاء الله يكون انتهينا من افتتاح القناة على حسب ما وعد الرئيس. وإحنا زي ما أنت شايف كده أسطول الكركات هي قناة السويس، بيشارك بشكل جدي مع المعدات الشغف الحفر على الناشف. ولو لحساتك اي اسئله احنا تحت امرك. شعورك ايه بقى وانت بتشارك في هذا المشروع العملاق؟ ده مشروع قومي عملاق، كل واحد هيكتب له في تاريخه، في تاريخ اولاده واسرته، ان هو شارك في حفر قناه السويس جديده زي ما بنفتكر اجدادنا اللي حفروا القناه القديمه.